جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله من احد الاخوه المستمعين رمز الى اسمه بالحروف نون ميم ميم المعمري، يسال جمعا من الاسئله، في احدها يقول: اشكو الى الله اولا ثم اليكم من البخر في فمي، حينئذ اسال هل اتجنب المساجد واحرم من الندوات والمحاضرات او كيف توجهونني وهل من طريق الى معالجه هذا المرض؟ جزاكم الله خيرا. اولا الطريق لمعالجه هذا المرض يسال عنه أهل الطب، فلعل الله أن يجعل له دواء شافيا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فلا تيأس وراجع الأطباء لعلهم يجدون لك علاجا ينفعك الله به. وأما حضورك للمساجد ومجالس العلم، فإذا كان بالإمكان أن تستعمل أشياء ومنظفات تخفف هذه الرائحة أو تتغلب عليها فإنك تعمل هذه الأشياء، المنظفات والروائح الطيبة التي تغطي على هذه الرائحة الكريهة أو تخفف منها. وإذا لم يمكن هذا وصار هذه الريح تظهر وتؤذي الحاضرين في المسجد، فأنت معذور في التخلف عن المسجد، وبإمكانك أن تستمع للمحاضرات والندوات من خلال الميكروفون الذي يمتد صوته خارج المسجد، تكون في مكان تسمع الصوت وتستفيد ولو لم تحضر عند المجتمعين. نعم.